بدنك يا دكتور؟ على ما تكون، على ما تكون يا شباب. فاطر ان شاء الله صرت احسن. دكتور شرف عندي، تفضل دكتور صافي. عفوا يا آنسة لو سمحتي، بدنا نصور له راسه شو 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 شعاعيا اذا ممكن. اركنه مع رفقاته، ما شايفني مشغولة؟ عفوا شو اركنه مع رفقاته؟ يا آنسة هذا حالة إسعافية، الله يرضى عليكي ساعدينا. الدكتور مشغول والكهرباء مقطوعة، شو بتريدني أساوي؟ ماما ماما ماما.